شمس، انت لسه ما خلصتيش لبس، يلا بسرعه عشان تلحقي تفطري يا بنتي قبل ما باص المدرسه يجي. حاضر يا ماما، انا بلبس اهو، قربت اخلص خلاص. ماشي يا حبيبتي، انا مستنياكي على السفره اهو انا وبابا، يلا ما تتاخريش عشان نفطر. امال بابا فين يا ماما؟ مش هيفطر معانا ولا ايه النهارده؟ بابا يا حبيبتي فطر ونزل بسرعه عشان كان متاخر على الشغل بتاعه. يلا يا حبيبتي، باص المدرسه وصل اهو، يلا خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما، مع السلامه. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. عملتي واجب ميس راندا؟ عملته، بس خلصته في وقت متأخر جدا، ما كانش عنده وقت امبارح. كويس انك عملتيه، لان عليك درجات كتير جدا. بس ايه اللي اخرك كده في عمايل الواجب؟ كان وراكي ايه؟ يا شمس، انت كنت عندي امبارح وقعدت معايا فترة طويلة وفضلنا نلعب، وبعدين بعد ما مشيتي انا بصراحة كنت تعبانة ومرهقة فنمت، وبعدين صحيت متأخر فاضطريت اعمل الواجب متأخر، ده اللي اخرني. طب ركزي بقى يا سارة، علشان ميس راندا دخلت الفصل اهو. سارة ما تنسيش بكرة عيد ميلادي، لازم تيجي من بدري، هستناكي. واو، بكرة عيد ميلادك؟ اكيد طبعا جاية ان شاء الله. عزمت مين من اصحابنا؟ انا عزمت ديما ورنا وساندي ولامار وكنزي. خلاص تمام، نتقابل بكرة ان شاء الله في عيد ميلادك. ايه ده، انا نسيت، ده بكرة عيد ميلاد شمس حبيبتي، انا هروح اجيب لها هدية من اللي هي بتحبها، اصل تزعل مني. صباح الخير يا حبيبتي، يلا النهاردة عيد ميلادك يا شموسة، يلا عشان نلحق نزين البيت قبل ما اصحابك ييجوا، انت لسه نايمة. مالك يا شمس، شكلك كده مش مبسوطة، ايه اللي مزعلك يا حبيبتي؟ حاسة ان سارة صاحبتي ما بقتش تحبني زي الاول، ما بتكونش مبسوطة لما بروح عندها البيت. طب ايه رأيك تغيري هدومك كده وتغسلي وشك وتيجي يلا نقعد في الجنينة برا نتكلم في الموضوع ده براحتنا. حاضر يا ماما. عزمتي اصحابك كلهم على عيد ميلادك النهاردة يا شموسة؟ ايوة يا ماما، عزمتهم كلهم. وسارة هتيجي؟ ايوة يا ماما، انا عزمتها وهي قالت انها هتيجي. ها قوليلي بقى، ايه الموضوع اللي مزعلك من سارة؟ احكيلي. حاسة انها متغيرة معايا يا ماما، وكمان حاسة انها بقت بتتضايق من وجودي عندها في البيت، وده مش اول مرة احس بالموضوع ده. بصي بقى يا شموسة يا حبيبتي، انا قصدت ان احنا نطلع نتكلم برا تحت الشمس عشان اعلمك درس مهم جدا، هو ان رغم ان الشمس مفيدة وبتدينا فيتامين د اللي هو مهم جدا لصحتنا، الا اننا ما نقدرش نقعد تحت الشمس فترة طويلة، هتضرنا جدا ومش هنستحمل. زي برضو ما ينفعش تروحي لسارة صاحبتك تقعدي عندها فترة طويلة، مهما كان انت بتحبيها وهي بتحبك، كل حاجة لها حدود، ممكن تكون في الوقت ده هي محتاجة انها تنام او تستريح او حتى تروح مشوار، او ما عندهاش استعداد انها تقابل حد في الوقت ده. وبعدين يا شمسي يا حبيبتي، انت كنت بتروحي لها باستمرار، لازم بعد كده انت تروحي لها مرة هي تجيلك مرة، تبقى على فترات متباعدة، ولازم تتصلي عليها قبل ما تروحي تستأذني الاول تشوفيها هي مهيئة ان انت تروحي لها ولا لا. حق يا ماما، فعلا انا كنت بقعد عند سارة فترة طويلة، بس انا فعلا بحبها وبحب اقعد معاها.
أنا فهمت قصد حضرتك يا ماما. بعد كده لما جزور حد من أصحابي هتصل الأول أشوفها فاضية الأول ولا لأ، وكمان لما أعود هناك مش هطول في الزيارة، هقعد وقت قليل وبعدين أمشي. أوف ماما الجو حر جدا، مش قادرة أقعد في الشمس أكتر من كده، يلا ندخل جوه. شفتي بقى كان عندي حق ازاي؟ يلا بينا بقى ندخل جوه ونظبط البيت عشان اصحابك زمانهم جايين، نلحق نعلق الزينه ونظبط. انا كده جبت التورته وجبت الزينه وجبت الهديه لشمس حبيبتي. انا هخرج دلوقتي عشان لما تيجي تبقى مفاجاه حلوه. ازيك يا سارة عاملة ايه؟ انا مبسوطة قوي انك جيتي عيد ميلادي النهاردة. الحمد لله، كل سنة وانت طيبة يا شمس. طبعا ما كانش ينفع ما جيش عيد ميلادك، انت عارفة ان بحبك قد ايه. ربنا يخليكي ليا يا سارة، ونفضل دايما اصحاب ونحب بعض على طول. شكرا انكم جيتوا عيد ميلادي، وشكرا على الهدايا الجميله اللي قدمتوها لي. انا بحبكم قوي، ربنا يخليكم ليا يا رب. شكرا يا بابا على المفاجاه الجميله اللي حضرتك عملتها لي النهارده في عيد ميلادي، وكمان شكرا على الهديه الجميله اللي حضرتك قدمتها لي، بجد بحبك قوي، انت احلى اب في الدنيا. وانت احلى بنت في الدنيا. النهارده كان يوم جميل قوي يا ماما، بجد انا انبسطت ان اصحابي كلهم جم عيد ميلادي، كان يوم جميل. وكمان انا استفدت من كلام حضرتك ليا ونصايحك ليا، ربنا يخليك ليا يا رب، انا بحبك قوي يا احلى ام في الدنيا. برافو عليكي يا حبيبتي انك استفدتي من كلامي، والنهارده فعلا كان يوم جميل جدا وانا كنت مبسوطه. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، يلا يا أصحابي اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من حواديت ديمة ودومة.